وينضم إلي الآن من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا وسهلا فيك رائد. إذا الجوري ستيل أوت على ما يبدو بشأن فيما إذا كان سيتم رفع الفائدة مرة أخرى أم لا، سيتم خفض الفائدة أم لا، بعد عنا كل الخيارات ما زالت متاحة أمامنا. حسب تسعير السوق المتعاملين توقعوا احتمالية يمكن 40% زيادة جديدة في سعر الفائدة بربع نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية هذا العام. ما الذي كيف تجدون من عندكم نشاط المتعاملين في السوق؟ هل ماذا يعكس نشاط المتعاملين لديكم؟ حقيقة في جو واضح من الانسرتينتي أو عدم الوضوح اللي يكتنف الأسواق. كان هناك ضغط سلبي على الأسواق خلال الفترة الماضية بنتيجة هذا القلق الناجم عن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية وبعض البيانات الصينية كذلك الأمر. إجمالا الأسواق الآن أو المتعاملين الآن يقيمون فرص كبيرة أن يكون هناك توقف لعملية تشديد السياسة النقدية من قبل الفدرال الأمريكي، وذلك من شأنه أنه البحث عن بدء المسار الهبوطي للدولار الأمريكي. ممكن أن يحدث ذلك بنتيجة توقعات استباقية أن الخطوة التالية ستكون تخفيض أو تقليص في أسعار الفائدة إذا ما توقفت عمليات التشديد. أعتقد التأكيدات ستكون أقوى مع صدور بيانات التضخم التي ممكن أن تظهر عندي تراجع واضح في التضخم نحو المستهدفات عند 2%، والتي كان يتحدث فيها كثيرا الفيدرالي على أنه هي المحرك الرئيسي حقيقة لقراره فيما يتعلق برفعات أكثر في أسعار الفائدة. ونحن نعلم تماما أنه السوق كان يسعر حقيقة أنه التضخم سيصل إلى المستهدفات وأن رفعات أسعار الفائدة قد تتوقف مع الرفعة الأخيرة، والفيدرالي نوعا ما كان متأخر في الأسواق في الفترة الماضية. طيب بعيدا عن الأكاديمية والنظريات، فعليا على الأرض ما هي الخطوات التي يقوم بها المتعاملون اليوم؟ هل عم تشوفوا بيع أكثر؟ هل عم تشوفوا شراء؟ أين عم تشوفوا المستثمرين يتوجهون الآن؟ يعني حقيقة إذا بدنا يعني نلقي نظرة مباشرة على معظم العملاء اللي كانوا يعني عم يتعاملوا بالفترة الأخيرة أو متوسطات والإكسبوجر الخاص بالتداولات، لاحظنا بشكل عام إنه المتعاملين كانوا مثقلين بعمليات بيع على الذهب، كانوا مثقلين بعمليات يعني شراء قوية أيضا في أسواق الأسهم الأمريكية وعلى رأسهم المؤشر الداو جونز. كانت الكفة ترجف أكثر لهذا الاتجاه. أعتقد خلال تقريبا الشهر الماضي المتعاملين نتيجة أنه الأسواق كانت متقلبة في ضمن نطاقات نوعا ما متوسطة إلى يعني معقولة بالنسبة لدرجة المخاطرة التي يعني يقوم بها المتداول، إجمالا كانت الكفة ترجح إلى صفقات رابحة لأنه عم يكون في عندي تقلبات في نفس المنطقة، وبالتالي ما هي إلا فترة قصيرة وعم يكون في الربحية. لا يوجد ترند واضح يبتعد به المتداول أو يحقق له خسائر أو أرباح في الفترة الماضية، وإنما صفقات قصيرة في معظمها كانت في الآونة الأخيرة إذا بدي أوصفها بالتحديد خلال الشهر الماضي. نحن شهدنا تقلبات في نطاقات نوعا ما محدودة، مثل ما ذكرنا كانت أول يعني في بداية كان في رغبة بشراء الذهب بشكل واضح وتمكن الذهب من الصعود، مع وصوله إلى قمة عند 78 شهدنا انقلاب كلي في عملية توجهات المستثمرين، والسنتمنت كلها كانت بالاتجاه الهابط والضغط والاتجاه الهابط أكثر على الذهب. ربما تقييمات أنه الذهب قد يسعر مستويات دون الـ 1900 دولار للأونصة كمستويات تحديد ربح كانت لمعظم العملاء في الآونة الأخيرة. أعتقد هذه المستويات من فنيا صعب أنه نشوفها على أرض الواقع، وبالتالي قد يقلل ذلك من ربحية العملاء. هذا الابتعاد عن الذهب يعني هل برأيك هو نتيجة رغبة بأخذ مخاطر أكثر باستثمارات
أخرى، ولا هل هو عملية جني أرباح على سلعة يعني ارتفعت بما فيه الكفاية خلال فترة السنة الماضية؟ حقيقة إذا بدي أقيم هذه العملية، كانت أنه هي نوع من عدم اليقين أو عدم الوضوح في أسواق الأسهم، خصوصا أنه في عندي بيانات مختلطة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت في عندي موسم الأرباح. كان هناك رغبة بالابتعاد عن أسواق الأسهم في الذهب. في الآونة الأخيرة شهدنا عودة وكوركشن وتصحيح مرة أخرى لأسواق الأسهم. الداو جونز عم يحاول يرتفع مرة أخرى، عم نشوف بعض الأسهم أيضا في محاولات واضحة للارتفاع. بالتالي كان في عندنا دامبينج للذهب في يعني خلينا نقول بالاسبوع الماضي. اعتقد الان ممكن يكون في ضغط اكثر بالاتجاه الصاعد على الذهب في الفتره القادمه، نتيجه انه في عندي بيانات تضخم قد تساعد بطريقه او باخرى الى دفع اسواق الاسهم للارتفاع، مع توقعات توقف يعني سلسله التشديد النقدي التي يتبناها الفدرال الامريكي ورفعات اسعار الفائده. رائد الخضر، شكرا جزيلا لك.